أهلا وسهلا بكل متابعين روايات إيمان. لو كنت على اليوتيوب أتمنى تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس على كلمة الكل، ولو كنت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك أتمنى تعمل متابعة وما تنسوش اللايكات علشان تشجعوني. جبت لكم النهاردة رواية رومانسية كوميدية حلوة جدا من أجمل الروايات اللي ممكن تسمعوها، اسمها جواز بالإجبار. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. دي بنت اسمها ديانا، حظها وحش جدا في الارتباط والجواز، كل ما بتتعرف على شاب أول ما بيسمع سيرة الجواز بيخلع وبيهرب منها على طول. ديانا أول ما بتصحى من النوم بتجري على التويلت وبتغسل وشها، لكن مدمنة قهوة بالشوكولاتة، ما بتفوقش أبدا غير لما بتشرب قهوة ومعاها الشوكولاتة بتاعتها. وبتطلع الصالة وتلاقي خالتها إحسان قاعدة بتشرب القهوة ومجهزة لها هي كمان فنجان القهوة بتاعها. أول ما دخلت قالت لها: يا صباح الفل يا دودو، أخيرا صحيتي من النوم. ياه، أول يوم تتأخري في النوم النهاردة. بقولك إيه، أنا عملتلك فنجان قهوة وعايزاكي تشربيه علشان تجيبي بقى الفنجان وأقرالك الفنجان. ردت عليها وقالت: لأ، أنا هشرب الفنجان القهوة ومعاه الشوكلت بتاعتي، ومش عايزاكي تقريلي فنجان ولا أي حاجة. أنا خلاص مش عايزة أي حاجة غير إني أشتغل وأعيش حياتي وبس. ممكن يا خالته ما تكلمينيش في الموضوع ده تاني؟ لا يا حبيبتي، هكلمك، هفضل أكلمك طول ما أنت عانس كده وقاعدة في قرابيزي. هتفضلي قاعدة معايا هنا في البيت لغاية إمتى؟ وفعلا أخدت منها الفنجان. الحق يا بنتي يا دودو، بينك وبين عريسك خطوة واحدة. الحقي، ده كمان طويل قوي وعنده عضلات وزي القمر، من الآخر كده مش هتعدي السنة دي غير وانتي متجوزة. استني كمان، الفنجان بيقول ان ما عندهوش ولا ام ولا اخت، يعني هتعيشي معاه براحتك، ولا حما تنكد عليكي ولا عمته الحربية تضايقك وتعصبك، وانتي قريبة قوي منه. خلاص يبقى اكيد هيجيلك يتقدم لك وتتجوزي. وبقي قولي خالتي احسان قالت: ما هو انتي برضو مش هتفضلي قعدالي كده زي العانس. لا يا حبيبتي، لازم تشوفي عريس ولازم تتجوزي، وان شاء الله هو عريسك جايلك. قامت على طول ديانا وقالت: طب ثانيه واحده يا خالته، هو مين قالك اصلا ان انا عاوزه اتجوز؟ انا اصلا مش عايزه اتجوز وفرحانه قوي بحياتي كده ومبسوطه. جواز ايه وكلام فارغ ايه، بلا وجع دماغ، انا المهم عندي شغلي ومش عايزه جواز ولا نيله. ردت خالتها وقالت: طيب يا اختي خليكي كده منشفه دماغك لما اشوف اخرتها معاكي. امسكي امسكي الفنجان ده وروحي اغسليه في المطبخ بدل ما هطين عيشتك النهارده. انت دايما كده على طول معصباني وكسره نفسي، كل ما افكر لك في عريس تسدي نفسي وتقولي لي مش عايزه اتجوز. يلا يلا خدي الفنجان وامشي. خليتها احسان كانت متعصبه منها قوي وكان نفسها تشوفها عروسه وتتجوز، لكن بقى ديانا كان كل الكلام اللي بتقوله عكس اللي جواها تماما. بالعكس، دي كانت هتتجنن ونفسها تتجوز، بس ما كانتش لاقيه عريس خالص. كل اللي بيعرفها شوية وبيسيبها أول ما بيسمع سيرة الجواز. ديانا قررت إنها تكتب عن حب حياتها، وقررت تكتب عن العريس المنتظر، وكانت بتكتب كتاب اسمه عايزة أتجوز، لأنها بتكتب في دار نشر، وبقت تقول بينها وبين نفسها أهو تعمل حاجة مفيدة بدل كل العلاقات الفاشلة اللي دخلت فيها وخرجت على طول بسرعة جدا وبدون حب وأكيد بدون جواز. لكن أول ما روحت البيت كانت ماسكة الكتاب وعمالة تقرا، كانت بتعشق القراية، وكانت طول ما هي قاعدة في الأوضة بتفضل ماسكة الكتاب لغاية ما نظرها ضعف ولبست نظارة. دخلت عليها جدتها وقالت: وبعدين معاكي يا ديانا يا حبيبتي، هتفضلي كده قاعدة في الأوضة وماسكة الكتاب ده لغاية ما نظرك راح، وبعدين هتفضلي لإمتى وانتي بالمنظر ده؟ لازم تهتمي بنفسك، حطي روج زي كده. إلا عمري ما شفتك حاطة مكياج على خلقتك، ما ينفعش اللي انت فيه يا حبيبتي. أي راجل بيحب يشوف البنت اللي قدامه فتاة أحلامه تكون جميلة وأمورة زي سندريلا، لكن اللي انت عاملاه في نفسك ده مش هينفع، ولا هتلاقي أي عريس يبصلك. أنا تعبت منك وتعبت من الكلام معاكي. وسابتها ومشيت. أما بعد ما مشيت كانت داخلة مروة ومنة وولاد خالتها، وكانوا عمالين يضحكوا عليها وكانوا سامعين كل التهزيق اللي جدتهم بتقوله لها، لكن قعدتهم هما الاتنين
وفضلت تزعق فيهم وتقول: انتوا عاوزين مني ايه؟ كلكم عاوزين يتجوز، عاوزين يتجوز والبس فستان ضيق لغايه ما يكتم على نفسي واموت يعني؟ ها يرضيك اموت؟ وهي بتقول كده كان جواها حاجه تانية خالص، كان نفسها فعلا تبقى عروسه حتى ولو كان الفستان يبقى ضيق عليها ويموتها فعلا، بس كان المهم بالنسبه لها تجرب شعور الحب وكمان تتجوز زيها زي بقيه كل البنات. لكن كانت دايما بتظهر عكس كل اللي جواها. اما وهي بتتكلم معاهم ابتدت تسرح بخيالها وتفتكر وهي مسافره شهر العسل مع عريسها المستقبلي اللي ما تعرفش عنه اي حاجه، وهي بتدلع على عريسها وفرحانه ومبسوطه معاه، وبيقضوا شهر العسل على البحر، وهي كانت لابسه لبس شيك وحلو جدا وكانت طالعه زي القمر وكانت طايره من السعاده. كل ده كان عمال يدور في بالها وكانت بتتمنى انه يحصل عكس الكلام اللي بتقوله لاهلها تماما وتتجوز وتكون فرحانه مع عريسها. لكن ديانا اول ما رجعت من تفكيرها اتعصبت عليهم اكتر وطردتهم بره الاوضه وفضلت تزعق فيهم وتقول: يلا اخرجي بره انت وهي، ومحدش يجيب لي سيره الجواز دي تاني، انا يا ستي واحده عانس ومش عايزه اتجوز، البيت كله بيكلمني على الجواز. وتاني يوم راحت الشركه بتاعتها، واول ما راحت لقت زميلها اسمه محمود اللي كان بيكتب مقاله عن سفنجه المواعين. هو الرجاله يعرفوا حاجه عن المواعين ولا يعرفوا غسيل المواعين؟ وطلب منها انها تروح تتغدى معاه في مطعم هندي شيك جدا لسه مفتوح جديد. ديانا بدون تردد وافقت على طول، وابتدت تحس ان القدر ابتدى يلعب لعبته وابتدت تلاقي العريس اللي بتحلم بيه. وفعلا راحوا هما الاتنين المطعم الهندي وكانوا بيتغدوا مع بعض وفضلوا يتكلموا مع بعض كتير قوي. ديانا الاول مرة تحس ان خلاص اكيد هو ده العريس، لكن فضلت تفتكر فنجان خالتها مش نفس المواصفات خالص، كانت بتقول ان شاب طويل عريض وزي القمر مش زي محمود تماما. واللي اكتشفته ان محمود اصلا كان رايح المطعم علشان يتفرج على الماتش مش علشان يتغدى معاها ولا اي حاجة. اول ما شافته عمال يشجع الماتش من كل قلبه ابتدت تحزن وتزعل تاني، وابتدت تحس انه من البداية ما قابلهاش علشان بيحبها ولا معجب بيها. والمفاجأة ان اول ما ديانا روحت قالوا لها ان بنت خالتها منا جاي لها عريس وخلاص هتتجوز، منا اللي عندها 19 سنة لكن ديانا عندها 25 سنة. قررت انها لازم تتغير ولازم تغير كل شكلها وكل ملامحها، وراحت عملت شوبينج واشترت لبس كتير جدا، اشترت فساتين قصيرة وبناطيل جينز تكون ضيقة جدا، واشترت هيلز لأول مرة تلبسه في حياتها. وقررت انها بعد ما تخلص الشغل النهاردة هتعدي على الكوافير علشان تغير كل ستايل شعرها وهتغير كل حاجة في حياتها. لكن اتصدمت اول ما راحت الشغل وهي قاعدة في الميتنج، المديرة ابتدت تتكلم معاها باسلوب وحش اول ما عرفت ان بنت خالتها هتتجوز. بنت خالتك منا معقول هتتجوز وانتي لسه قاعده عانس لغايه دلوقتي بتعملي ايه؟ فكي كده علشان تلاقي عريس يعجب بيكي ويتجوزك، هتفضلي كده لغايه امتى؟ وفعلا راحت الكوافير وغيرت كل لبسها وغيرت ستايل شعرها واخدت بنات خالتها علشان يسهروا مع بعض وتغير مود الكآبه اللي هي فيه. لكن هو ده اللي كان ظاهر، لكن من جواها كانت برضو بتدور على عريس، هتتجنن وتلاقي أي عريس في أي مكان علشان تتجوزه وتحس بالحب. لكن فجأة طلبت من الجرسون خمرة وابتدت تشرب كتير جدا لغاية ما ابتدت تحس إنها خلاص مش شايفة أي حاجة قدامها. بالنسبة لها كانت بتشرب علشان تنسى، لكن هي ابتدت تشرب لغاية فعلا كانت حاسة إنها مش شايفة أي حاجة تماما. ولاد خالتها فضلوا يقولوا لها بلاش تعملي كده وبلاش تشربي كتير، لكن هي ما كانتش بتسمع كلامهم. فجأة وهي قاعدة بصت بعيد لقيت سيف واقف قصادها. سيف ده يكون زميلها في المدرسة من وهم صغيرين، لكن أول ما شافته ابتدت تفتكر كلام خالتها عن مواصفات العريس وابتدت تحس إن المواصفات متطابقة جدا تبقى الأصل، وفرحت جدا أول ما شافته وطلعت تجري عليه وسلمت عليه وقالت له: اهلا اهلا، ازيك يا سيف؟ هو انت مش فاكرني؟ انا ديانا، احنا كنا مع بعض في المدرسه من واحنا صغيرين. ياه شكلك اتغير قوي، فضلت تقول جواها ده انت بقيت زي القمر، انا ما كنتش اتخيل انك هتحلو كده، انا ازاي بس اتهبلت في عقلي وسبتك كل الفتره دي من ايدي.
وابتدت تسرح بخيالها وتخيلته كأنه راكب الحصان وهي كمان راكبة وراه وطيرين من السعادة، وابتدت تحس من جواها ان هو ده العريس، كل المواصفات متطابقة عليه. لكن كل الفرحة والسعادة اتقلبت بعجنانة وترجيع، فضلت ترجع كتير قوي قدامه من كتر الخمرة اللي شربتها، لكن هو كان مخضوض وما كانش فاهم ايه اللي فيها بالظبط. فضل يقول بينه وبين نفسه هي حامل دي ولا ايه، وروحت البيت وغرقت في النوم من كتر التعب، وكانت عمالة تحلم بيه، بيه هو وبس. وابتدت تحس من جواها انه خلاص خلاص اكيد هتتجوز، واكيد هيجي اليوم اللي يطلب ايديها وتكون مراته، ومحدش بعد كده هينطق ولا يقول لها كلمة عانس دي ابدا. وكانت بتحلم انها كمان تتجوز قبل منها. لكن فجأة وهي نايمة دخلت مروة وفتحت عليها الأوضة وطلعت تجري عليها، وفضلت تقول لها انت يا بنتي يا دودو قومي دلوقتي حالا، هقولك على موضوع لو سمعتيها تطبي ساكتة، عمرك ما تتخيلي ابدا ايه اللي موجود عندنا هنا في البيت. قومي قومي يا دودو بسرعة، قومي والله في موضوع خطير، خلاص خلاص المشكلة اتحلت، اكبر مشكلة في حياتك، خلاص قومي يا دودو ارجوكي. ردت عليها ديانا وقالت يوه عاوزة مني ايه بس يا مروة، اطلعي برا، انا مش عايزة اي حاجة غير اني انام، سيبيني احلم بيه ارجوكي، انا لما صدقت حلمت حلم زي بقية البنات، ياه ده حلم حلو قوي، علشان خاطري امشي وسيبيني اكمل بقية الحلم، وإلا انت حرة هقوم اجيبك من القرون اللي انت عاملاهم دول. ردت عليها وقالت خلاص انا هطلع برا، بس انا كنت عايزة اقولك على حاجة، ان زميلك اللي قابلتيه في النايت كلاب عايزك وقاعد برا. يا ترى سيف راح بيت ديانا علشان يعمل ايه؟ ويا ترى ديانا فعلا هتتجوزه طبيعي زي اي عروسة وعريس وهيحبوا بعض، ولا يا ترى هتتجوزه بالعافية والإكراه؟ ديانا اتعصبت وفضلت تقول نعم يعني هو لما برا ما قلتوا ليش ليه؟ هقابله ازاي بس وانا بلبس البيت كده؟ انتوا اتجننتوا على الاخر؟ انت جايه تصحيني دلوقتي؟ ما صحتنيش بس من بدري ليه؟ هعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ هطلع له ولا غير هدومي؟ وطبعا كالعاده طلعت له جري، وقالت بينها وبين نفسها انها لازم تنتهز الفرصه، ومستحيل ابدا تضيع وقت في اللبس والكلام الفاضي ده. لكن كان عمال يدور في بالها يا ترى ايه اللي جابه وجاي لغايه بيتها ليه؟ وأول ما طلعت بره لقيت العيلة كلها قاعدين عمالين بيتكلموا معاه ومندمج جدا معاهم وعمال يضحك معاهم، فرحت قوي أول ما شافته وكلهم قعدوا يتكلموا معاه، وكانت سهرة حلوة جدا. لكن وهو ماشي جدتها عزمته على فرح بنت خالتها. ديانا أول ما سمعت إن جدتها بتعزمه على الفرح فرحت هي أكتر وكانت طايرة من السعادة، وبعد ما خلصوا كلام مع بعض مشي على طول وهي وصلته لغاية الباب، وقال لها انه كان نفسه اول مقابلة بينهم تكون مقابلة سعيدة، وقال لها كمان انه كان مبسوط معاها قوي النهاردة ومع العيلة كلها، وانه كان فعلا مفتقد جو الاسري لان اهله كلهم عايشين برا البلد ومش موجودين معاه. اما ديانا فضلت تبص عليه وهو ماشي وبقت تقول بينها وبين نفسها هو ده بقى فتى احلامي، امتى ينطق؟ واول ما دخلت اوضتها فضلت تجيب كل الصور اللي كانت تجمعهم ببعض وهم صغيرين، وكمان كان عامل لها حصان ورق. فضلت تقول بينها وبين نفسها ورق ورق بس ينطق، نفسي ينطق بقى. وابتدى يجيلهم كتير قوي في البيت والعيلة كلهم حبوه وتعلقوا بيه. أما جدتها في يوم كانت عزماه على الغدا وكان بيتغدى معاهم وقالت كل الأكل ده اللي عاملاه ديانا، وأصلا ديانا ما بتعرفش تسلق بيض. أما ديانا كانت حاسة بالسعادة وابتدت تحس إنها فرحانة قوي، وبقت تقول بينها وبين نفسها إن ربنا عوضها بيه. وكانت بتفضل طول الليل تكلموا فيديو كول في الموبايل. في يوم وهم بيتكلموا مع بعض عزمها على أحسن مطعم في البلد كلها، كانت عمرها ما راحته قبل كده، وقررت إنها تلبس أحلى فستان وهتروح معاه المطعم، وكانت فرحانة قوي حاسة ان خلاص حست بطعم الحب.
وفعلا راحت معاه المطعم وكان شكلها شيك جدا. أما ديانا أول ما شافته ما رحمتش ودانه، فضلت تتكلم معاه وتقريبا حكت له كل حاجة من ساعة ما سابوا بعض من وهم صغيرين لغاية في اليوم ده أول ما راحوا المطعم مع بعض. لكن فجأة جات اللي عكرت عليها مزاجها، بنت جات تسلم عليه، وأول ما شافته كانت طايرة من السعادة إنها شافته، وسلموا على بعض هما الاتنين وهم فرحانين. أما ديانا كانت قاعدة بتبصلها بكل عصبية وبكل غل وغضب، وكانت بتبصلها من فوق لتحت، والغريب كمان إنها لابسة تقريبا نفس البادي اللي هي كانت لابساه، ده بقى عصبها أكتر. اللي ديانا فهمته من كلامهم إن هما الاتنين كانوا مرتبطين ببعض وسابوا بعض من زمان. أول ما سمعتها بتقول الكلام ده بقت تبصلها بكل غضب وعمالة تبص لسيف، لكن سيف ما كانش مركز معاها تماما. لكن بقى أول ما سمعتها بتقول إنها متجوزة وعندها بيبي صغير بصت لها بكل حب وبفرح، وكان هين عليها تقوم تاخدها بالحضن، وكانت طايرة من السعادة وابتدت ترتاح، والنار اللي جواها ابتدت تبرد. وعدى اليوم بسلام، وأول ما روحت البيت وغيرت هدومها جدتها قالت لها: بقولك ايه بقى يا ديانا يا حبيبتي، عايزاكي كده تتحركي حبتين، ويوم فرح بنت خالتك لازم تقنعي سيف انه يجي يتقدملك بقى. اما يوم الفرح كانوا هما الاتنين فرحانين جدا وفرحانين بالفرح، لكن فجأة اول ما العروسة ابتدت تحدف بوكيه ورد، ديانا جريت بسرعة واخدت بوكيه ورد من العروسة. لكن الغريب ان سيف اول ما شافها عملت كده سابها ومشي، وهي فضلت تجري وراه، وبعدين وقفته وقالت له: استنى يا سيف عندك، استنى، ممكن تفهمني في ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه مالك، ايه يعني خدت بوكيه الورد؟ ايوه انا مضطره ان انا اتجوز، على فكره انا عادي طبيعي زي اي بنت لازم اتجوز، انا مش فاهمه مالك يعني، هو انت مش ناوي تتجوزني يا سيف بقى ولا ايه؟ انا مش فاهمه حاجه، انت عاوز مني ايه بالظبط؟ هو انت بتكلمني وخلاص؟ رد عليها وقال: يوه، جواز، أنا من ساعة معرفتك وإنتي ما بتفكريش في أي حاجة في الدنيا غير الجواز وبس، أنا تعبت يا ديانا، أنا يا ستي مش هتجوز، أنا أصلا راجل مش بتاع جواز، أنا متعقد من الجواز من وأنا صغير، كل العلاقات الفاشلة اللي بشوفها قدامي في حياتي كلها بسبب الجواز، هتجوز ليه؟ هو أنا مجنون؟ عن إذنك أنا ماشي. وسابها ومشي. ديانا حست إن كل أحلامها وطموحاتها كلها اتحطمت، ابتدت تحس انه خلاص مستحيل هتتجوزه ولا هتتجوز غيره. وروحت على البيت وهي حزينة وزعلانة، وكانت عمالة تفكر: يا ترى اعمل ايه دلوقتي؟ يعني خلاص طول الفترة دي كان عندي امل وعندي يقين ان هو ده اللي هيكون عريسي، وانا بصراحة حبيته، خلاص كده يعني هو مش ناوي يتجوز ومش موافق ان يتجوزني؟ لكن فجأة قامت ووقفت وقررت وقالت: لا، بس انا مش هسيب الفرصه دي من ايدي، خلاص انا هتجوزه، يعني هتجوزه حتى ولو غصب عنه، اه عادي هو جواز بالاكراه، اصبر عليا يا سيف، انا هجيلك دلوقتي حالا البيت ولازم اتصرف معاك، يانا يا انت هنتجوز النهارده كمان قبل بكره. وفعلا ديانا طلعت تجري على بيته وركبت تاكسي بسرعه جدا وراحت له. بقى انت بتسيبني وتمشي صح؟ وبعدين يعني مش معنى ان في كذا علاقة فشلة بسبب الجواز يبقى كل العلاقات كلهم فشلوا، لا، في ناس متجوزين وعايشين حياة سعيدة جدا وعادي عايشين حياتهم ومعاهم طفل واتنين وتلاتة، بقولك ايه، هتتجوزني ولا لا؟ رد عليها سيف وقال: طب وانا ليه ادخل علاقة وانا ممكن افشل فيها؟ انا خايف بصراحة، خايف جدا اني اتجوز، وخايف يا ستي من فكرة المسؤولية اصلا، وليه يبقى عندي طفل أو اتنين أنا مسؤولة عنهم؟ الله أعلم هقدر أربيهم تربية كويسة ولا لأ؟ أنا بصراحة قلبي بيقولي كده إن أنا مش نافع في موضوع الجواز ده خالص، بصراحة أنا كمان ابتديت أحس بمشاعر قوية جدا من ناحيتك، لكن جواز لأ، لا يا ديانا لأ مستحيل، خلينا كده صحاب زي ما احنا، ويا ستي سيب الموضوع على ربنا. أما ديانا قربت عليه ومسكت إيده من غير أي كلام واخدته على اقرب مأذون بالاجبار، وفعلا اتجوزوا هما الاتنين، وابتدى يحس
إن فعلاً الجواز مسؤولية، بس مسؤولية حلوة قوي بين اتنين بيحبوا بعض، وقرروا إنهم يخوضوا التجربة وهما الاتنين يتجوزوا ويعيشوا المغامرة مع بعض.